Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The non-respiratory function of the lung. هذه تضمن الوظائف غير التنفسية اللي رأيتها. We know that the lungs are responsible mainly for the gas exchange. That's to say bringing in oxygen and emitting carbon dioxide from the lungs. What is meant by the non-respiratory functions are those functions that are not related to the gas exchange, which these functions include cremation, acid base balance, hormonal defense mechanism, and so on. These will be dealt with details, with the exception of some of the obvious points like cremation and affection. The acid base balance, the lung can participate in regulating the acid base balance. شلون يصير هذا الشيء؟ بالبداية خلينا نفهم هاي المعادلة المفروض تتعرفوها. بالسلتة موجود ما يسمى بالكربونيك اسيد. كربونيك اسيد يجي اما من تفاعل كربون دايوكسيد with water to produce what's called carbonic acid. Or it comes from the reaction of bicarbonate plus H proton. فأما تفاعل كربون دايوكسيد وين ما أو ال H proton ويا البايكربونيت. بالحالتين راح يصير الكربونيك اسيد. الكربونيك اسيد نفسه هو ويك اسيد و unstable. It can dissociate. يقدر يتفكك. يا اما يتفكك الى H proton bicarbonate فيروح direction بهذا الاتجاه باتجاه ال right side. أو يتفكك إلى كربون دايوكسيد and water. The direction of fraction of dissociation يكون باتجاه اللفت. الفكرة إذا كان عندي acidosis and the body now has acidotic situation. ال pH يكون قليل بس تركيز ال H proton يكون عالي. من زاد تركيز ال H proton إيش راح يصير بال direction of fraction? It will go from the right to the left. شلون؟ H proton الزيادة اللي صارت راح يتفاعل ويا البايكربونيت راح ينتج ما يسمى مثل ما اتفقنا بالكربونيك اسيد. الكربونيك اسيد هو ويك اسيد and can dissociate يقدر يتفكك الى شنو؟ الى كربون دايوكسيد and water. اذا اذا انتبهتوا الزياده اللي صارت هنا تم التخلص منها بانه خذينا اتجاه الدايركشن اوف ذا ريكشن فروم رايت تو ليفت. مور اتش بروتون مور كربون دايوكسيد. من هاي لما صار عندي مور كربون دايوكسيد لان كان eliminate the excess carbon dioxide by doing what? Deep inspiration and a deep inspiration by itself washing the carbon dioxide. أما إذا كان أكو alkalosis يعني pH elevated وتركيز ال H proton قليل فش أحتاج أسوي حتى أسوي correction لل alkalosis لازم أزود تركيز ال H proton. أوكي مين أجيب ال H proton؟ أجي هنا. لازم أجيب more carbon dioxide حتى أفعله with water. من يصير تفاعل كربون دايوكسيد بالوتر راح يكون كربونيك اسيد، هذا راح يتفكك الى اتش بروتون حتى يعوض النقص اللي كان عندي هنا والكربونيت. مين اجيب هذا الاكسس كربون دايوكسيد حتى اخلي الريشن يجي فروم ليفت تو ذا رايت دايركشن؟ انه اجي على اللنج واسوي شالو انسبيريشن او ريسبيريشن نوت ديب. Another non-respiratory function of the lung is to act as a reservoir for the left ventricle. تشتغل كخزين احتياطي للهارت او اللب مثلا. تقريبا نص لتر موجود بالبومينري سيكريشن. هذا ال هاف لتر اوف بلاد ان ذا كيسز اوف امرجنسي اذا صار هايبوفوليميا بالسيستميك سيكريشن بالبلاد فيزلز وذين ذا بومينري سيكريشن ويل سيكويز هذا الانضغاط مالتهم. This will inject more blood into the systemic circulation فيعوض عن هذا النقص اللي صار. Also, the lung acts for filtration of the blood at the pulmonary capillaries. تشتغل كفلتر at the level of the pulmonary capillaries. From this diagram, نقدر نشوف انه كل الكاريك اوتبوت اللي يطلع من الهارت يمر على اللانج. يعني اللانج هي the only organ that receives about 100% of the cardiac output. كل الكاريك اوتبوت تاخذ اللانج. عكس بقية الاورجنز اللي كل واحد ياخذ نسبة مالته من الكاريك اوتبوت. هذا الشيء واضح من الدايجرام. مثل ما نشوف انه الفينس يعني الليجن السوبيريور انفيريور فين كافي يروح تو ذا رايت سايد اوف ذا هارت اللي هي الرايت اتريوم بعدين يروح للرايت فنتركل من الرايت فنتركل عن طريق البلمونري ارتري راح يروح تو ذا لانز بعدين يصير ريكولكشن ويرجع للليف سايد اوف ذا هارت ويجكتد تو ذا سيستميك سيكريشن. الفكره من كل الكاريك اوتبوت يروح تو ذا لانج. فاذا صار اني فورم بارتيكل
او مثلا امبلاس موجوده بالسيركيليشن، اولا واخيرا راح تمر على اللانج، فاللانج راح تحجزها بالبلمونري كابيلاريز وما تخليها تجي من اللف سايد اوف ذا هارت، لان اذا دخلت هاي الامبلاس باللف سايد اوف ذا هارت الاحتمال راح تعبر وتروح تصير البرين وتسوي جلطه حماريه. اذا اشتغلت از فلتر في المصفى. Another non-respiratory function is the metabolic function. The lung has high content of fibrinolysin activator or plasminogen activator. وظيفة plasminogen activator إنه يحول plasminogen إلى plasmin، والplasmin يحول fibrin إلى fibrin degradation product، يعني يفسخ الفايبرين بالنهاية ويوخر الكلوت. Another metabolic function is the production of heparin and thromboplastin. Heparin هو anticoagulant، أما الثرومبوبلاستين هو procoagulant، يعني promotes coagulation. كذلك اللانج is the site of clearance of some prostaglandin. Prostaglandin موجودة بالcirculation لما توصل اللانج. Some of them will be cleared completely، راح removed. Also it is responsible for the removal of تقريبا 30% of norepinephrine. And also it is the site of production of angiotensin converting enzyme. اللي مسؤول عن تحويل الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. Another important function is boarding and humidification of air. This is a very important process and function in order to prevent the dehydration of the lower respiratory tract. They know that دخل inspired air can cold and dry. This will produce dehydration of the respiratory zone. The site of gas exchange. Also to prevent reflex bronchospasm or reflex bronchoconstriction. إذا دخل هواء بارد و dry جاف قد produces it may produces bronchospasm و يصير wheezy chest and attack similar to that of asthma. Also the removal of inhaled particles and infectious organisms is achieved by the lungs. الآلية الأولى هي الميوكس سيلياري اسكليتر. ميوكس سيلياري اسكليتر. The mucus traps particles, then the cilia beating toward the pharynx so that the foreign particles can be swallowed. هذا الدايجرام ديراوينا ريسبيريتوري سيستم. This is the upper respiratory tract and this is the lower respiratory tract. All over the respiratory system, the lining mucosa produces mucus. The mucus blanket with the بطانية ضغطة كل respiratory system, respiratory airway. فإذا كان أكو dust particles, these will be trapped by the mucus. The upper respiratory tract, the cilia beating backward باتجاه the throat or pharynx. أما the lower respiratory tract, the cilia beating مالتهم يكون upward. فإذا كان the dust trapped in the mucus of the nose, this will be sweat backward, rahinkiness backward, إلى حد ما يوصل للثروت. فأما يصير be coughing, it will be coughed up or swallowed, ينبلع. إذا ما أساسا انضرب بالسنيزنج ريفلكس بالعطس. أما ال foreign particles مثل dust or pollutants اللي trapped in the lower tract, the cilia reaction will sweep them upward, إلى حد ما يوصل للثروت. وهنا يصير بين clearing up عن طريق cupping, spitting or swallowing. الآلية الأخرى هي النيزل هير اللي موجود بالنوستر بداية النوز which acts as a filter. كذلك إذا foreign particle over the nasal hair over the mucus trap هنا قد يحفز sneezing reflex حتى يتخلص منه إذا وصل بالأبر respiratory tract. أما إذا عبر وصل للور respiratory tract cough reflex will be initiated and it will be coughed up راح يطلع عن طريق القحة. Also the alveolar macrophages واحنا شرحناها انه كل defense mechanism الأولى nasal hair as a filter mucus ciliary mechanism sneezing reflex cough reflex كلهم these were passed ووصل foreign body أو البكتيريا وصلت للالفيولس. فهنا راح تاخذها الالفيلا ماكروفيجز تسوي انجلفمنت وتعبر بهم توصل الميوكس سيلياري اسكليتر حتى تصعد للثروت من كل طريق النار تنقاح وتنبلع and so on. Another defense mechanism in the respiratory system is the presence of immunoglobulin A and lactoferrin
these two substances are present in the mucus, and they are responsible for the prevention of organism from colonizing. Assassin the organism, the attachment material is difficult due to the presence of immunoglobulin A, lactoferrin, and also the colonization and the reproduction will be difficult. Respiratory protective reflexes. These reflexes protect the respiratory system from the inhalation of foreign bodies, and there are different types. The most important are the cough reflex, sneezing reflex, and the swallowing apnea or swallowing reflex. Cough reflex, it protects the airways from inhaled noxious substances. It also clears the excessive bronchial secretions. And the cough is produced by irritant agents, the dust, the pollen, fumes, and so on. If there is a cardiac disorder, the congestive heart failure, cough reflex will be initiated. With pulmonary disorder, the COPD. And also in cases of a tumor pressing on the larynx, trachea, bronchi, or the lung itself. These are the causes of cough. Cough reflex, it is similar to any reflex elsewhere in the body. It comes in five different components: overlying receptor, tandem sensory neuron or efferent neuron, thalathin, integration center, rabian, motor neuron or efferent neuron, or here and what effector. The receptor detects the changes. مثلا في حالة الكاف أكون نسميه irritant receptor. وظيفته يسوي detection if there was any irritant material in the inspired air. مثلا أنواع الاستنشاق هو في fumes أبترة أو دخان. But the receptor will detect the fumes in the inspired air. على راح يعطي signal إما للsensory neuron or afferent neuron اللي تاخذ toward the center of integration. هذا السنتر راح يسوي بروسيسنج للمعلومة اللي جتها عن طريق السنسر نيورون على اثرها يعطي الريسبونس المناسب عن طريق الموتور او افرنت نيورون اللي تروح من الافكتر حتى يصير الكاف. الكاف ريفلكس شلون يصير؟ الستيميلاي الارتن ماتيريال موجود انسبايرد اير راح تسوي ستيميليشن تو ذا ريسبتورز الموجوده باللارنس والتريكيا اني وير ان ذا ريسبتور سيستم حتى خارج الريسبتوري سيستم مثل الجي اي تي. These receptors upon stimulation will give signals عن طريق الافرنت neurons او السنسر neurons. هل حالة الكاف ريفلكس راح ياخذها الترايجمنال نيرف بلس الفرنجيال نيرف كذلك البيجس نيرف. The signals will reach the integration center, cuff center, and the medulla oblongata. In our ICB interpretation, the signal is processed in the temporality. راح يصير بها output عن طريق efferent neurons or motor neurons. الأعصاب اللي راح تنقل الجهاز العصبي من السنتر لحد الفكتر اللي هي المسلز راح يكون الفرينك نيرفي والدايفرام. راح يكون السبينال نيرفز and so on. ورا ما يصير السيجنال تجي للمسلز او اللارنكس والريسبيراتوري مسلز راح يصير كونتراكشن والانيشيشن اوف كاف. Now the mechanism of cough, شلون يصير الكاف؟ The steps of the coughing involve the phalanx. بالبداية راح يصير نفترض انه الارتنت دخل الريسبيراتوري سيستم فصار اريتيشن. ايش راح يصير؟ راح يصير full rapid inspiration فكمية هو راح تدخل within the lungs and then the larynx will close. بتنسد the larynx وال output of air now closed وراح يصير contraction of muscle of expiration or expiration. بس ال contraction يحاول الهواء يطلع بس بما انه ال larynx مسدودة فال pressure هنا راح يزداد لحد ما يوصل ارقام قد تعبر 100 مليمتر مركوري. من يوصل بريشر درجة عالية اللارنج suddenly will open أو glottis فتحة اللارنج راح تنفتح suddenly. لما انفتحت اللارنج والبريشر هنا so high
with a sudden expulsion of air out of the lung in high velocity, at dose of 8 miles per hour, or even 170 kilometers per hour. هذا راح يكون كفيل بطرد any foreign particle or excessive mucus from the respiratory system, خاصة lower respiratory tract. Also, we have what is called the sneezing reflex, which involves the following steps. In the beginning, there is a deep inspiration, followed by forceful expiratory effort with open the glottis, mumkli kafi, closed glottis, larynx tibqa maftuha. بس الفرق شنو؟ الأفقي لو الصوت قليل have depressed. راح تنزل وتسد ال oral cavity وتفتح النيز cavity حتى الجيت اوف اير بتصير عن طريق النوز. على ترى large amount of air pass rapidly through the nose. وهذا الدايجرام يوضح السنيزنج ريفلكس بفكرة أبسط. مثل ما نشوف there is irritation inside من يجي الإيريتنت راح تحفز الإيريتنت ريسبتور الموجودة في النيز cavity. وعلى ترى الريسبتور send information through the afferent or sensory neurons to the integrated center اللي هو السنيزنج center موجود في المدلة بلنجاتا. الافرنت راح يكون تراجمينال نيرف والفلتري نيرف اند سو اون. وراها السنيزنج سنتر راح يعطيني سيجنال عن طريق الافرنت او موتور نيورون اللي هو يكون بالتراجمينال والفيشل والفيجاس نيرف وحتى الانتركوستال نيرفز لحد ما يوصل بالمسلز الافكتر مسلز اللي هي المسلز اوف ذا فارنكس لارنكس اند ريسبيرتوري مسلز. الفرق عن الكاف ريفلكس انه البريشر صح من السير كونتراكشن في السبيراتوري مسلز والبريشر يصعد وفي الجيت اوف اير راح تطلع منها بس اللارنس ما تنسى تبقى مفتوحه. الفرق انه الافيلا هذا الصوت بريد will be depressed ما راح تنزل. تعرفون انه الصوت بريد صار بين النيزل كافيتي فوق والاورال كافيتي جوا. بالسنيزنج انا اريد اسوي كليرنج للي فورن بارتيكل موجود او الاريتنت موجود بالنيزل كافيتي فاريد الهواء يطلع عن طريق النيزل كافيتي نوت ثرو ذا اورال كافيتي. فهذه وظيفه الصوت بريد ات ويل ديبرست فراح يسد الاكزت مال الاورال كافيتي وتبقى النيزل كافيتي اوبن فالهواء راح يطلع عن طريق النوز ويسوي كليرنج تو ذا اريتنت. Swallowing or deglutition appear هو another reflex من respiratory protective reflexes. هذا يتضمن بكل بساطة انه النفس يتوقف اثناء البلع العفليش انه حتى يحمل respiratory system from the inhalation or respiration سواء تدخل food particle او fluid. شو وقت يصير بالضبط هذا السوالونج ابنية؟ شو وقت يتوقف النفس في ستيج من السوالونج؟ بالسكند ستيج اللي هي الفارنجيال ستيج. السوالوينج او الديجلوتيشن يتضمن ديفرنت فيسز اعتمادا على وجود البولس اوف فود اللقمه وين موجود بيا مكان حاليا نسمي هذا الفيز باسمها. مثلا من كانت البولس within the mouth سميناها اورال ستيج اورال فيز. من صارت بالفارنكس نزلت صارت بالفارنكس سميناها فارنجيال فيز. من نزلت بالاسفيجل صارت اسفيجيال فيز. الديجلوتيشن ابنيا او السوالوينج ابنيا يصير بالسكند ستيج بالفارنجيال فيز. هذا الدايجرام يوضح الصورة. الاسبيريشن فولد باي اكسبيريشن لما يصير الفارنجيال ستيج راح يتوقف النفس هاي سميناها الديجلوتيشن ابنية ورجع تستمر بشكل اعتيادي. فشوف هنا الفيزز مالت السوالوينج الاورال فيز فارنجيال فيز اسفيجيال فيز الابنية شو وقت صارت؟ بالفارنجيال فيز. And this concludes our lecture today. Thanks for your time and be safe, please.